هتاخد 3 مليون جنيه من غير ما تتعب، هما ورقتين هتقدمهم هيخلوك من اصحاب الملايين في غمضة عين. ولو انت من الناس اللي بتشتغل برا مصر وخصوصا دول الخليج فابسط يا معلم، هتاخد 3 مليون جنيه مرة واحدة. ايوة هتاخد كل المبلغ ده من البنوك اللي هقولك عليها دلوقتي، وده لان في اكتر من بنك في مصر اطرح قرض شخصي للمصريين. ايوة هتاخد كل المبلغ ده من البنوك اللي هقولك عليها دلوقتي، لكن مين البنوك اللي بتقدمه وايه الشروط والاوراق المطلوبة علشان تاخد القرض وايه تفاصيل قرض التمويل العقاري؟ كل ده واكتر هتعرفه بس تابعنا في الفيديو ده. الفترة الاخيرة الدولة طرحت اكتر من مبادرة لدعم المصريين في الخارج، وده من ناحية، وكمان علشان تشجعهم انهم يستثمروا فلوسهم في البلد من ناحية تانية ويدخلوا حصيلة دولارية اكتر للبلد، خصوصا بعد ما عانينا بفترة كبيرة من ازمة نقص العملة. من ضمن المبادرات اللي الحكومة اعلنت عنها لتشجيع المصريين لاستثمار فلوسهم في مصر هو قرض المصريين في الخارج، لكن ايه تفاصيله؟ شوف يا سيدي، بنك مصر اعلن عن قرض المصريين في الخارج بحد ادنى 50,000 جنيه لحد 3 مليون جنيه، وبفترة سداد بتوصل لاربع سنين، لكن ده بشرط ان يكون مرتبك الشهري بحد ادنى 5000 دولار، وفايدة القرض هتكون في حال تحويل المرتب 17% ثابتة، بس لازم يمر على إقامة العميل في الخارج سنتين ويكون في نفس جهة العمل لمدة سنة. كمان البنك الأهلي المصري بيقدم القرض الشخصي للمصريين في الخارج قيمته بحد أقصى 3 مليون جنيه، وبفترة سداد بتوصل لأربع سنين، فايدة القرض هي 15% ثابتة و 27% منتقصة، بس بشرط تحويل المرتب وإثبات جهة العمل بخطاب مصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج. ده حتى البنك التجاري الدولي CIB بيقدم القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج، وبرضه قيمته لحد اقصى 3 مليون جنيه وبفترة سداد بتوصل لـ8 سنين. بس ميزة القرض ان البنك مش بيشترط تحويل المرتب زي البنك الاهلي وبنك مصر. من ضمن شروط القرض ان القسط الشهري ليه ما يزيدش عن 50% من المرتب الشهري للعميل، وده فايدته بتتراوح ما بين 20% و75%. وعموما اي بنك بيقدم قرض شخصي للمصريين في الخارج بيشترط ان قيمة القسط الشهري تكون بالدولار او ما يعادل قيمتها وقت تحويل القسط بالعملات التانية، والهدف من ده هو المحافظة على معدلات السيولة الاجنبية لفترات طويلة تتراوح ما بين 4 و8 سنين. اغلب الطلبات على قروض المصريين في الخارج، المصريين بيكونوا من المقيمين في الدول العربية وبيقدموا طلبات عليه من خلال الفروع ومكاتب التمثيل التابعة، وبيتم تنفيذ كل الإجراءات والتوقيع في الفروع الخارجية بعد توثيق الأوراق المطلوبة من السفارة المصرية في الخارج.